إذا كنت من محبي الحلويات النمساوية التي تجذب السياح منذ قرون، فنحن على موعد اليوم مع مقهى موتسارت هنا في فيينا لنتعرف على فن صناعة المعجنات النمساوية التي ذاع صيتها، ما دفع بعض شعوب أوروبا بنقل وصفاتها وصنعها بدورهم كالدنماركيين مثلا. Thank you very much. هناك الكثير من المعجنات والحلويات النمساوية، أشهرها ساكر تورتة وكعكة القرفة والزبيب والزلابية المقلية بالسميد وغيرها من المخبوزات النمساوية. وما يميزها عن غيرها هو طريقة صنعها اليدوي والطازج، وأنصح بتناولها مباشرة، فتخزينها قد يفقد من نكهتها. ولا تكثروا من تناولها، فهي قبل كل شيء حلويات عالية السعرات الحرارية. سنذهب الآن إلى قصر شامبرون لحضور عرض فريد في نوعه. هو ليس عرضاً عسكرياً أو ملكياً، بل عرض يقوم به أحد طباخي القصر لطريقة صنع فطيرة التفاح النمساوية. وأجمل الطرق للذهاب إلى هذا القصر هو ركوب عربة الخيل هذه أو فياكر، فلا توجد طريقة أكثر حميمية منها لاكتشاف وجهات فيينا السياحية. ومن الصعب تخيل هذه المدينة التاريخية من دون هذا النوع من العربات. Hello, Suzy. Hi. Nice Let's go. إذا أحببت أن تستمتع برحلة رومانسية، يجب أن تطلب من سائق العربة القيام بالجولة الخزفية، والتي هي عبارة عن رحلة هادئة وبطيئة، رحلة كانت موجودة منذ قديم الزمن لنقل الخزف الثمين بشكل آمن من مكان إلى آخر. وصلنا عند الوقت المناسب، فالشيف ماريو يشرح للزائرين طريقة تحضير صنع فطيرة التفاح النمساوية. للتذكير، يقوم هذا الشيف بإعادة الوصفة أمام الزائرين مرة كل ساعة خلال النهار. ليث بزاري، العربية، فيينا.